هنشوف كام دقيقة وقت محتسب بدل ضائع أعلن بيهم المزيع الداخلي في استاد غزل المحلة. هشام صلاح يستلم حلم ويلعبها لأحمد عادل ميسي. أحمد عادل عاوز ياخد سمانة ياخده ويدخل بيه خطيرة. ممكن ممكن جول جول جول. بواتين بيسجل جول مهم جدا للعيبة نادي الاتحاد. أحمد عادل ميسي هو اللي عمل الشغل كله ودخل واقتحم ال 18 ويلعب العرضية عند بواتينج. جون هيفرق كتير مع طارق العشري ولعيبته. ادي الكرة وبدايتها من هشام صلاح إلى أحمد عادل اللي دخل حلو قوي وخد كده سمانة في ظهره وتلات لعيبة واقفين ولكن رقابة بدون ما يقدروا يخلصوا الكرة لعيبة البلدية ويحط فيها رجله بنيامين بواتينج عشان يقرب النتيجة لفرقته ونادي الاتحاد. لا لقاء حلو لقاء حلو لقاء جميل لقاء ممتع. تلات تجوان في 45 دقيقة هدفين للبلدية وهدف لنادي الاتحاد بعرضية أحمد عادل ميسي والمتابعة الجيدة لبنيامين بواتينج. 2-1 ولسه الشوط الثاني على مسؤوليتي. هنشوف جوان هنا أو هنا ما تفرقش معانا إنما لغاية دلوقتي لقاء جيد جدا من كلا الفريقين.